بداية تحية نضالية لكل الأساتذة والأستاذات والشغيلة التعليمية على مستوى إقليم الناظور وعبرهم إلى الشغيلة التعليمية على مستوى الوطني. تحيات الأحرار والحرائر هذا الوطن الجريح، تحية لكل المناضلين والمناضلات الحاضرات والحاضرون في هذا الشكل النضالي، تحية الصمود والمقاومة إلى كافة المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الظلم والعار، مجدا وخلودا لكافة شهداء الشعب المغربي، شهداء القضايا العادلة والمشروعات وعلى رأسها قضية التعليم. حضورنا اليوم في هذا الشكل النضالي هو عبارة عن مسيرة دعاها كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالناظور وكذلك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثاني والتأهيلي بمديرية الناظور استمرارا في المعركة النضالية التي تخوضها الشهيرة التعليمية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة. ولا أطيل لأداء الكلمة للإطارات المناضلة الداعية للشكل النضالي المداخلة الأولى باسم التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالنظر يتفضل. من داخل هذا الشكل النضالي الذي بطبيعة الحال أكدت فيه أو جددت فيه الشهيرة التعليمية في كل فئاتها الموقف التاريخية من النظام الأساسية الجديدة بين آلاف الأقوال والذي من خلاله أي داخل هذا الشكل تؤكد الشغيلة التعليمية وهي تصنع تاريخ خاص الذي بطبيعة الحال هو تاريخ كرامتها. أولا وقبل كل شيء وقبل الخوف في مضامين مداخلتنا باسم التنسيق الوطني لقطاع التعليم، لا بد أن نعلن موقفنا التنديدي من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل. لا يخفى عليكم كذلك بأن وقفة اليوم التي بطبيعة الحال جابت يعني شوارع مدينة الناظور حيث رقت الانطلاق المديرية التعليمية لحيث نحن الآن